السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في واحد الفيديو مميز. كيف كتشوفوا عندي في يدي واحد المادة اللي كيعرفوها اكثر هي الحلويات اللي كيخدموا العقدة اللوز. هذه المسكة الحرة اليوم هنهضر لكم عليها، المصدر ديالها منين، ما هي زوينة فيها واحد النكهة رائعة. هذه واحد الشجرة هنايا في الأطلس، كيف كتشوفوا راها قديمة، الشجرة عندها سنوات كبيرة، أكثر من 70 سنة كما سولتوا قالوا لي عليها. نتمنى تكون باينه لكم، مع الظلمه كتبانش، نوريكم من بعيد. هاد الشجره تيقولوا لها تقى، هادول كيف كتشوفوا الحبيبات اللي كتطلق. ولكن المهم في هادشي هو ان نوريكم المسكه كيفاش كتكون، كيف كتشوفوا هنا ها هي المسكه مازال كتطلق الخيط. هذه الشجره كتطلق هاد العلكه هكا كتشوفوا، هي مازال هابطه بحال الدمعات هابطين، كتلصق في اليد، ما كنبغيش نقيسها حيت كتلصق في اليد. من بعد مع الوقت كتنشف، اللي كيبان لكم هنا ها هما الحبات ديال المسكه، هما طول الوقت كيطيحوا غير في الارض. تشوفوا هنا بالمسكة، المسكة الفوق راها عامرة بالمسكة، لكن كيبان ليكم كيف كتشوفوا هذه هي الشجرة ديال التقة. وحتى شجرة العرعر تيكون فيها هاد المسكة. أنا واحد الحبة هي كتبان كبيرة، سبحان الله العظيم. نتمنى وصلت لكم المعلومة، المصدر ديال المسكة الحرة كيف كتشوفوها. نوريكم واحد البلاصة مازال فيها، هي مازال طلقة هاد المسكة هادي. وهذه الشجره ديال التقه، وكيفها كيف شجره العرعار، نفس الماده كتطلق، الصمغ العربي تيقولوا له. نتمنى نكون فدتكم بهذا الفيديو هذا، وتهلاو في راسكم، نهاركم مبروك، مع السلامه.